بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي صباح الخير، كيفكم؟ ان شاء الله تمام. سامعيني حبايبي؟ الصوت واضح عندك؟ خلص تمام، خليك معي. خلص حبايبي، اليوم راح نستكمل درس المتتاليات. اليوم راح نكمل، امبارح تعرفنا شو يعني متتالية، عرفنا شو يعني حدود متتالية، عرفنا كيف اوجد حدود متتالية بطريقة تقليدية وعلمنا عليها في الكتاب الطريقة الأولى. اليوم بدنا نكتب قاعدة حد عام للمتتالي باستخدام مقدار جبري. كيف يعني؟ يعني أنا بيكون عندي متغير، هذا المتغير بحيث أنا لما أي حد بده إياه أقدر أوجده. يعني إذا أنا كتبت قاعدة الحد العام للمتتالي، أي حد بده إياه، بده الحد الرقم 50، بنروح بنعوض 50 بس فقط في المتغير. يختلف عن طريقة امبارح اللي هي بضل أوجد حدود من الحد الأول وضل ماشي. لا، طريقة بدنا اليوم طريقة سهلة وطريقة حلوة. طلع علي قاعدة الحد العام. قاعدة الحد العام طبعا كالتالي. قاعدة الحد العام هي العلاقة التي تربط الحد بالحد الذي يليه مع مين؟ مع رتبته في المتتالي. ومع مين؟ ورتبته في المتتالية ورتبته. طيب خليك معي شوي، منعرف شو يعني رتبة الحد. خليك معي. امبارح كان في المتتالية يقول لي كالتالي: 1 4، يقول لي 7، كمل له 10، صح؟ حكينا انه امبارح هون هذا الحد الاول. حبايبي لما بدي اجي اقول الحد الاول انا بقصد فيها رتبته. شو يعني الرتبه؟ معناته انا الرتبه هون عندي راح ارمز لها بالرمز ان. بالرمز ايش؟ بالرمز ان. هاي رتبه الحد. شو يعني رتبه الحد؟ رتبة الحد هي اللي بتعبر عن ترتيب الحد. رتبة الحد هي بتعبر عن ايش؟ عن ترتيب الحد. شو يعني؟ يعني لو اجيت قلت لك اعطاني متتالي واعطاني قاعدتها، حلو. طب لما بده يعطيني قاعدتها بقول لك اوجد لي الحد 20، يعني هو بده ان بتساوي 20. لما بيجي بقول لك اوجد لي الحد 50، بتقول لي ان يساوي 50، يعني ترتيب الحد 50، فبالتالي بدي اعوض الحد 50 في ان حسب القاعده اللي معطيني اياها. تمام؟ تمام. لو اذا قال لي كالتالي: 1 4 طلع شو يعني رتبة الحد يعني ترتيبه. امبارح كان يقول لي هذا حد اول، هذا حد ثاني، هذا حد ثالث، هذا حد رابع، مظبوط. شو يعني؟ يعني ترتيب الحد الاول ان تساوي 1، هون ان تساوي 2، هون ان تساوي 3، هون ان تساوي 4. طلع معي طبعا هذول طلع بناء على قاعدة معينة اللي طلع معي هذا الترتيب. طيب لو اجى قال لي بدك توجد الحد 20، تروح بتقول له ان تساوي 20، بتروح بتعوض ال 20 وين؟ في القاعده اللي معطيني اياها. اليوم درسنا هو بعطيني القاعده، الحصه الجاي احنا بنطلع القاعده ونطلع حدود. تمام لحد الان؟ واضح؟ طيب شو يعني؟ احنا لسه مش عارفين اي شيء، يعني لانه مش معطيني السؤال. انا هذا السؤال يعني هذا اسئله كتابه، الاسئله الكتاب يعني شيء كتابي، هذا الحكي فعليا
مع ايش؟ مع امثله. رح تعرف شو يعني قاعه تحدى عامه، رح تعرف شو يعني رتبه، رح تعرف شو يعني رتبه. خليك معي. طلع علي. انا اليوم في قاعده الحد العام، طلع علي، بدي اكتبها بمقدار جبري، باستخدام مقدار جبري. طلع قاعده الحد العام، انا هون بدي استخدمها باستخدام مقدار جبري. اليوم هو بعطيني القاعده، اليوم هو بعطيني القاعده، الحصه الجاي احنا بنوجد القاعده. شو يعني باستخدام مقدار جبري؟ يعني لو اجى قال لي كالتالي، بيقول لي اذا كانت ايه، اذا كانت قاعده الحد العام في متتاليه هي، شو القاعده؟ طلع هو بعطيني اياها، هي ضرب المتتالي ضرب رتبة، طلع ضرب رتبة الحد. شو يعني رتبة الحد؟ حكينا عنه اللي هو الترتيب ال. بدي اضربه في ايش؟ اضرب لي اياه في خمسة، ثم هيك بقول لي اطرح ثلاث. طلع شو معناها باستخدام مقدار جبري؟ طلع شو يعني باستخدام مقدار جبري؟ هاي ما نعرف، هاي ما نعرف شو يعني باستخدام مقدار جبري. باستخدام مقدار جبري طلع بقول لك هي ضرب، تمام، رتبة الحد. رتبة الحد احنا بايش رمزناه؟ بان، لانه انا مش عارف اي حد هو بده اياه. حكينا انه الحد الاول يعني ان بتساوي واحد، يعني ترتيب الحد، ولكن هنا عوم لي اياه بشكل عام. طيب قال لي اضرب لي اياه في خمسه، بعدين شو بتعمل؟ قال لي اطرح لي منه ثلاث. يعني زي كانه طبعا قاعده الحد العام ارمز لها بتي ان، هاي رمزها. شو يعني؟ هاي تي القاعده ان اللي هو ترتيب الحد. هسه بورجيك كيف. معناته انا بدي اكتب قاعده باستخدام مقدار جبري. عرفنا كيف نكتب مقدار جبري، وعارفين شو يعني مقدار جبري. معناته بقول له تي ان تساوي ايش؟ تساوي، قال لي ضرب رتبه الحد، يعني بدي اضربها في كم؟ هاي خمسه ضرب الرتبه قديش؟ ان. بعدين شو بقول لي؟ ناقص ثلاث. هاي القاعده انا زي كاني بترجم مقدار جبري، هاي قاعده الحد العام. طيب شو بعدين؟ زيد زيد بشويش، بعدين ترحبي في عيسى، بعدين شو بتعمل؟ هاي القاعده. تعال هسه لو اجى قال لي، طلع لي لو اجى قال لي وجد لي مثلا، قال لك وجد لي الحد الاول، قال لك وجد الحد الاول. الحد الاول في ترتيبه بيث رتبه الحد عباره عن ان قديش تساوي؟ واحد، صح؟ عباره عن ان تساوي كم؟ تساوي واحد. يعني انا بدي اروح اعوض قيمه ان وين؟ القاعده. صرت تقول له تي واحد. شو يعني تي واحد؟ يعني الحد الاول، هيك معناها. يلا روح قول له خمسه ضرب واحد ناقص ثلاث قديش تساوي؟ خمسه في واحد خمسه، ناقص ثلاث اثنين. طيب لو اجى قال لك بدي الحد الثاني، اجى قال لك بدي الحد الثاني تي اثنين. ليش تي اثنين؟ لانه ترتيب الحد الثاني في الرتبه كم؟ ان تساوي اثنين. طلع علي خمسه ضرب اثنين ناقص ثلاث، انا هاي بعوض في القاعده قاعدا. انا تعويضي وين؟ تعويضي في القاعده. عشره ناقص ثلاث سبعه، مظبوط ولا لا؟ طيب لو اجى قال لي الحد الثالث، الحد الثالث تي ثلاث، يعني الحد الثالث تقول له خمسه ضرب ثلاث ناقص ثلاث قديش تساوي؟ 15 ناقص ثلاث راح يعطيني 12. تعال بقى لاحظ الملاحظه هاي. لو اجيت قلت لك هي الحد الاول اثنين،
الحد الثاني 7، الحد الثالث 12. هاي متتالية ولا مش متتالية؟ قديش بينهم؟ إذا بتلاحظ المتتالي قديش بينهم؟ زائد 5، طلع زائد 5، زائد 5، مظبوط ولا لا؟ معناته أنا هاي متتالية. افرض قال لك بدي الحد 50، تروح تعوض مكان أن هون 50. بدك تتأكد منها، روح امشي لخمسين حد من الحد الأول، راح يطلع معاك نفس اللي طلع معاي بالقاعدة. وضحت شو الفرق لما شو الطريقة التقليدية امبارح وشو يعني قاعدة حد عام؟ وضحت؟ أنا هاي صراحة أسهل لي. في بجيب لك سؤال زي هيك، في ناس بتحل بتروح بوجد الحد الأول لإلهم، بصير يزيد الطريقة التقليدية يزيد. طب افرض أنا طلبت منك الحد 500 مثلا، طلبت منك الحد 100، بدك تضلك تمشي من الحد الأول للحد 100 وأنت بتزيد؟ مش منطق. عشان تتأهل وتسهل يا زيد، مش فاهم. معناته طلع أنا القاعدة هاي شو معناته؟ أنا هاي بتريح لو إنه طلب مني الحد الألف، طلع تي ألف. تروح تقول له 5 ضرب 1000 ناقص 3، قديش؟ 5000 ناقص 3 يطلع عندك 4997. معناته طلع هذا الحكي، بس إذا بدك تمشي للحد الألف بالطريقة هاي راح يطلع معك حد الألف. يعني مش صعبة. اليوم حصتنا هو بعطيني قاعدة الحد العام، هو بعطيني إياها. الحصة الجاية لا، أنا بدي أكتشف هاي القاعدة بناء على إيش؟ هو بعطيني المتتالية، أنا بصير أعرف، إنه الحد الأول يعني أن بتساوي 1 فيها 2، معناته على أي قاعدة لما بدي أعوض الواحد بيعطيني 2، بعدين هون على أي قاعدة لما بدي أعوض 2 بيعطيني 7، هيك بيطلع معي. واضح؟ طيب تعال نضرب مثال كالتالي. عرفت شو يعني كيف اكتبها باستخدام مقدار جبري؟ باستخدام مقدار جبري عرفت كيف؟ فقط بس انا بدي احط ترتيب الهاي فقط لا غير حسب اللي معطيني اياه. تعال شوف السؤال. طلع علي. طلع مثال. بقول لك إذا كانت، طلع هاي السؤال، إذا كانت قاعدة الحد العام لمتتالي هي، شو بقول لي؟ قال لي روح هي ضرب رتبة الحد، ضرب رتبة الحد في 3 ثم جمع 2. طلع شو السؤال بيقول لي؟ جد الحد السادس والسابع. تعال طلع لي. أول إشي معطيني هو القاعدة. أنا أسهل علي كونه معطيني بدي أوجد حدود، أسهل علي أنا دائما أكتب قاعدة الحد العام باستخدام مقدار جبري. واضحة. طلع علي اللي هو وصلوا 20. خليك معي بس خلينا نوجد حبايبي، خلينا نوجد فعليا إنه كيف نوجد قاعدة الحد العام بمقدار جبري بعدين نطبق. إحنا هدفنا مش إنه نوجد حد السادس والسابع، هدفنا نعرف الأساس كامل بعدين أوجد حد السادس والسابع. طلع علينا. إذا كانت قاعدة الحد العام المتتالي هي ضرب، ضرب إيش؟ رتبة الحد. أنت عارف رتبة الحد شو رمزها؟ أن. معناته بدي أضرب رتبة الحد في كم؟ قال لي في 3. معناته هي تي أن، يعني قاعدة الحد العام اللي هي بتقول لي 3. طب في كومنتات، وقف كومنتات. وقف كومنتات.
ثلاث أم. قال لي جمع اثنين زائد اثنين خلاص. هاي هاي قاعدة الحد العام، هاي قاعدة الحد العام باستخدام مقدار جبري أحسن من كتابي، أحسن من أشياء عادية. طيب يلا شو طلب مني؟ بده الحد السادس. يلا تي يعني أن تساوي ستة. الحد السادس معناها طلعي هاي هون الحد السادس يعني أن تساوي ستة، رتبة الحد تساوي ستة. يلا تي ستة شو بتساوي؟ ثلاث ضرب ستة زائد اثنين راح يطلع معي عشرين، راح يطلع معي عشرين. تعال الحد السابع، الحد السابع شو راح تقول لي؟ اللي هي أن تساوي كم؟ سبعة. يلا تي سبعة تساوي ثلاث مش فاهم هون يا عمي، خلص لا تكتب. طيب ثلاث ضرب سبعة زائد اثنين، ثلاث ضرب سبعة 21 زائد اثنين راح يعطيني 23. طيب تعال هل احنا هذا شغلنا دائري صح ولا لا؟ خلينا نشوف صح ولا لا. لو قلنا بدي الحد الاول، ثلاث ضرب واحد ثلاث زائد اثنين خمسة، معناته الحد الاول عندي قديش انا؟ ماشي يا حسن خمسة. حلو يا قلبي تمام. طيب بعدين صار يزيد المقدار كم؟ ثلاث ضرب اثنين بعطيني كم؟ ستة زائد اثنين بعطيني ثمانية. إذا بتلاحظ المقدار كم الزيادة؟ المقدار ثلاث، خمسة صار ثمانية مظبوط. طيب بعدين شو بصير؟ بصير عندي 11، بعدين بصير عندي 14، بعد ال 14 بصير عندي 17، بعد ال 17 20، بعدين 23. مش هيك المتتالية؟ مش هي الطريقة؟ طيب تعال احنا بده الحد الثالث، هي الحد الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، هي السادس، قديش طلع معانا؟ 20، وهون 20، الحد السابع 23، قديش طلع معانا على القاعدة؟ 23. معناته انا شايف هاي موضوع اسهل. صح ولا لا؟ اسهل من تبعت انا، انا عملت هذا الحكي عشان اتاكد لك انه فعلا هل بيطلع صح ولا لا؟ هيو انا عملت هاي الطريقة التقليدية اللي اخذناها امبارح عشان انت ما تفكر انه معقول بيطلع صح. هيو بيطلع صح. وضحت؟ يعني هاي معناته انه اسهل يعطيني قاعدة حد عام وامشي عليها في كل الحدود ولا اقعد ابلش من الاول؟ واضحة؟ حد عام بالضبط. لسه في الحصة الجاي حبايبي، الحصة الجاي الموضوع بصير بده تشغل لي مخك، الموضوع بصير حلو عندك، بصير تقول لي مشان الله اعطيني متتالي انا اطلع لي الحد العام. انت هيك بصير تقول، لانه بصير الموضوع فيه متعة، الموضوع بصير فيه متعة في الموضوع. بصير عندك الموضوع فيه متعة انه كيف بدي اوجد الحد العام حسب المتتالي. يعني طلع هيك بصير تقول الحد الاول اعطاني خمسة، الحد الثاني اعطاه هيك بيجيب لي المتتالي هاي، ولكن انت بتطلع لي هذا الحكي، بعدين انت بتطلعها، طلع كيف؟ مثلا بيجيب لي المتتالي لهون، لا هاي بدي اقول لك هاي لهون، سيب لي هون خمسه، بعدين بيقول لي ثمانيه، بعدين بيقول لي 11. شو يعني؟ يعني انا اذا بدي اعوض قاعده الحد العام هذا الحد الاول، يعني انا لازم اعوض ان تساوي واحد يطلع معي قديش؟ يطلع معي خمسه. جرب ان زائد ثلاث، عوض ان واحد، واحد زائد ثلاث اربعه، طلعت خمسه، لا ما طلعت خمسه، معناته قاعده ان زائد ثلاث مش مضبوطه. معناته مش مضبوطه. طيب لو جيت قلت لك اثنين ان زائد اثنين، اثنين في واحد اثنين، زائد اثنين اربعه، لا مش مضبوطه. مش مضبوطه. اثنين ان زائد ثلاث، اثنين في واحد اثنين، زائد ثلاث خمسه، اعطاني خمسه. طيب تعال 2 في 2 4 زائد 3 7 ما اعطانيش 8، معناته 2 ان زائد 1 مش مظبوط.
هيك الحصة الجاية نصير نجرب هيك. طيب تعال، 3n+2، 3 × 1 = 3 + 2 = 5. طيب 3 × 2 = 6، 2 = 8. وضحت. هاي معناته هاي قاعدتها 3n+2، وجرب عليهم راح يزبط عليهم. حيبين معك كيف، حيبين معي انا لما بصير اول مره طلعت صح، الثاني طلعت صح، خلاص الباقي صحيح، الباقي صحيح. يلا مثال ثاني. مثال ثاني، مثال إذا كان قاعد الحد العام لمتتالي هي ضرب رتبة الحد، ضرب رتبة الحد في 2 ثم طرح 4، جد الحد الخامس والسادس. يلا نرجع المقدار، جاب لي تي ان، شو بيقول لي؟ ضرب رتبة الحد في 2 يعني 2n ناقص قال لي 4، مظبوط؟ يلا بده اي حد؟ خامس والسادس، تي 5 يعني 2 ضرب رتبة الحد 5 ناقص 4، قديش راح يعطيني؟ راح يعطيني 2 × 5 = 10 − 4 6. تي 6 راح يعطيني 2 + 6 = 4 12 + 4 راح يعطيني 8. طبعا حبايبي هون في الحد الاول راح يبلش معي بالسالب، اضرب 2 × 1 = 2 − 4 راح يعطيني -2، معناته اذا بتلاحظ انه هو بمقدار 2 قاعد بيزيد، -2 بعدين صار هاي. برافو عليك يا شيا، بعدين راح يصير عندي 0، اضرب 2 × 2 = 4 − 4 = 0، بعدين يصير 2 × 4 = 6، راح يطلع معي انا ما بيهمني، انا هيك قاعده الحد العام وهي المطلوب اللي بدي اياه. ما اتوقع في صعوبه، اتوقع درس سخيف صح ولا لا؟ مظبوط استاذ، اعطينا واجب. حاضر يا حل، حاضر يا حل. طيب هيك حبايب مفهوم فكرة اليوم، مشان الحصة الجاية إن شاء المولى تكون فكرتنا نعرف إحنا كيف نطلع هاي القاعدة بناء على المتتالية. هو بيصير الحصة الجاية يعطينا هو المتتالية، إحنا بنطلع القاعدة وبعدين يطلب اللي بده يطلبه، يطلب إن شاء الله بده لحد المليون، بده لحد ال20، يطلب. أهم مش إحنا نعرف كيف نطلع القاعدة. واضح؟ واضح يا حبايبي. طيب حبايبي في سؤال، عفوا يا ندى حبايب، سؤال صفحة 84، 84 هي أتحقق من فين؟ هذا عبارة عن واجب، واضح؟ ما توقعش الدرس يعني سهل، لسه الحصة لسه هذا حكي كله هو بعطينا اياه، هو بعطينا 84 يا يعني. يعافي قلبك يا لين، يعافي قلبك يا سميرة، يعافي قلبك يا شياب، بحل فيه مش مشكلة شياب، بحل فيه. عفوا يا محمد أليس، عفوا يا أليس، يعافي قلبك يا حبيبي يا أسيد. واضح هيك 100%؟ خلصنا، خلص خلصنا، لانه انا فعليا يا حجاج لو بدي اعطيك الدرس بعطيك اياه في ساعه، بعطيك اياه في ساعه، ولكن انا بقسم فيك وبهيئ فيك
كل فكرة تتمكن منها مليون بالمية، كل فكرة تتمكن منها مليون بالمية. هسا أنت عرفت شو يعني حدود، عرفت شو يعني قاعدة حد عام، عرفت شو يعني متتالية. الحصة الجاية شو ما بعطيني بقدر أنا وياك يلعب، شو ما يلعب في السؤال الحصة الجاي أنا وياك. لما باجي بقول لك طلع لي قاعدة الحد العام، أنت بدك تعرف إنه عبارة عن إيه، بدك تعرف هي عبارة عن إيه، استخدام مقدار جبري بدك تعرف. طيب عملنا مقدار جبري، قال لك طلع لي الحد 15، تروح تقول فيه 15، عرفت تعرف شو يعني بدي أعمل حد 15؟ وضحت؟ واضح؟ فالحصة الجاية بإذن واحد أحد هي الرك علينا، هي الرك اللي راح يكون 100%. هيك حبايبي بنكون انهينا الدرس ان شاء المولى. الحصه الجايه بنلقاكم يوم الاحد، ديروا بالكم على دروسكم، حل الواجب، تواصل معي، تواصل معي، واي شيء بدك اياه انا موجود. يعطيكم العافيه، وان شاء الله لقاءنا يوم الاحد اذا ربنا اعطانا عمر. سلام عليكم.